السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا التفاعلية ميديا تيك. نصحبكم في هذا العدد مع صفحاتنا المتنوعة والمتخصصة في هذه المجلة، ونتابع معا جديد التقنية والأفكار التعليمية، إضافة لآخر التدوينات في الفيسبوك ومقاطع فيديو منتقاه ولقاء مع شخصية العدد وفقرات أخرى بإذن الله. تشهد التكنولوجيا التقنية بمختلف مستوياتها حضوراً كبيراً في حياتنا اليومية من خلال استخدامها في مختلف حاجاتنا وأغراضنا في الحياة. هذا الحضور يشمل تسهيل الأداء وتطور التعليم وانتشار الترفيه وغيره، كما يشمل أيضاً التدخلات الصحية التي نحتاجها في بعض الأحيان. إطلالة سريعة على علاقة التكنولوجيا بالصحة في فقرتنا التقنية نتابع. الطب كعلم للبقاء وكوسيلة للحفاظ على الحياة ووجود الإنسان سليما معافى، أصبح يرتبط ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا ويعتمد عليها في كثير من مجالاته. وفي العقود الأخيرة بدأت تلك التكنولوجيا تقدم الحلول للكثير من المشاكل الطبية والصحية التي عانت منها البشرية للعقود، عبر تقديم مجموعات واسعة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية وتحسين تقنيات التشخيص المبكر. وشهدت مجالات كالعلاج بالأشعة، الليزر والسونار تطورا مهما في العقد الأخير، مساعدة بتطورها في علاج الأورام الخبيثة والسرطان بكثير من أنواعه، ومقلصة القوة بين اكتشاف المرض وشفائه، مما يوفر على المريض والطبيب الوقت والمال ويساهم في إنقاذ آلاف الأرواح حول العالم. وحل طب الأجهزة التعويضية مشاكل كثير من المصابين في الحوادث والمتعرضين للمشاكل الجسدية. كما أسهمت التكنولوجيا في تقدم علم التحاليل الطبية بمساعدتها على الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض التي يصعب اكتشافها إلا عن طريق التحليل الدقيق، وقد استخدمت في ذلك أحدث الأجهزة والمعدات التي تمكن الطبيب من تحديد الأمراض بدقة. كما يعتبر مجال طب الأسنان من أكثر المجالات استفادة بشكل عملي من التقنيات الطبية التي تتطور يوما بعد يوم. كانت تلك نظرة عامة على علاقة الطب بالتكنولوجيا، ولنا عودة تفصيلية إلى الموضوع في أعداد قادمة بإذن الله. الحياة حولنا مليئة بالألوان التي نراها في كل حين وفي كل شيء، وتؤثر هذه الألوان المتعددة على إدراكنا للأشياء وفهمنا لها وتفضيل بعضها على بعض. إذا كنتم قد تسألتم يوما ما عن تفاصيل هذه الألوان وتأثيرها، فقد تكون لحظة الإجابة قد حانت. نتابع الزميل أحمد دولبا في ورقة سريعة عن الألوان. هذه هي ألوان الطيف السبعة المشهورة، منها ثلاثة أساسية هي الأصفر والأحمر والأزرق، وثلاثة ثانوية هي البرتقالي والأخضر والأرجواني. تمتلك مختلف هذه الألوان تأثيرا كبيرا علينا، حيث تساهم في عملية الفهم لدينا بنسبة 73%، وتساهم في التعلم بنسب بين 55% إلى 68%، كما تحسن دور القراءة بنسبة تصل إلى 40%. بعض الأبحاث أيضا تظهر أن الناس يحكمون على المكان أو السلعة من خلال 90 الثانية الأولى، وأن ما بين 62 و90% من هذا التقييم يعتمد على اللون وحده. كما تؤكد أن المتسوقين يعطون الأولوية القصوى للألوان، حيث يشتري 93% منهم البضائع اعتمادا على المظهر الخارجي للسلعة. تفصيليا، يعطي اللون الأحمر انطباعا بالمشاعر القوية، ويستخدم تسويقيا لجذب المتسوقين العفويين فيما تختاره الكثير من الأحزاب الشيوعية والاشتراكية في شعاراتها حول العالم. أما اللون الأصفر فيزيد البهشة والحميمية ويحفز الجهاز العصبي، كما يمثل الوضوح والتفاؤل وروح الشباب، وتستخدمه الاتجاهات الليبرالية في شعاراتها السياسية. اللون الأزرق يعرف باللون البارد، ويزيد الإنتاجية ويعطي إحساسا بالأمان والثقة، كما تختاره معظم الأحزاب السياسية المحافظة حول العالم. أما اللون البرتقالي فيعكس الإثارة والحماس ويبرر العدوانية، ويستخدم تسويقيا للماركات الصادقة المرحة المأمونة. أما اللون الأخضر فيدل على الطبيعة ويعطي انطباعا بالعفوية والهدوء، كما يرتبط تسويقيا بالثروة والهدايا والاسترخاء. أما اللون الأرجواني فيظهر السمو والثراء والنجاح والحكمة، ويستخدم تسويقيا
لبث الهدوء والسكينة، ويمثل تسويقيا منتجات التجميل في حالات كثيرة. وغي بعيد عن الألوان، ظل في صفحة معلوماتك لهذا العدد على مفهوم الملتي ميديا، هذا المفهوم الشائع الذي نستخدمه يوميا ونتداوله ونسمعه في مختلف المصادر الإعلامية حولنا. الملتي ميديا أو الوسائط المتعددة في ورقة سريعة. الوسائط المتعددة أو الملتي ميديا هي مجموعة أدوات ووسائل تتيح للمستخدم الحصول على المعلومات بطرق تفاعلية، وهي بهذا التعريف تشكل كل الوسائط المتاحة من النصوص ومقاطع الصوت والصور والفيديو وحتى الصور المتحركة أو الأنيميشن. ويعود أصل مصطلح الملتي ميديا إلى منتصف ستينات القرن الماضي، لكنه لم يأخذ معناه الحالي إلا مع بداية التسعينات، حيث بدأ العالم في الاعتماد على الحواسيب وأنظمة المعالجة الذكية ليبدأ دمج الوسائط المتعددة مع التكنولوجيا الحديثة، ولينتج عن ذلك تطور كبير في مجالات كثيرة كالصناعة والتجارة والتسويق والترفيه والصحافة والهندسة والطب والتعليم. كل ذلك لما أتاحته هذه الوسائط من خدمات تفاعلية تمكن الجميع من شرح أفكارهم وتوصيلها للجمهور المستهدف بطرق تحقق الأهداف وتختصر الوقت. وصلنا إلى صفحات الفيسبوك، حيث العالم الافتراضي الذي يزداد انتشاره يوما بعد يوم رغم اختلاف استخدامه وتوجهات أصحاب الحسابات عليه. إطلالتنا الأسبوعية على عالم مارك الأزرق وتدويناتكم فيه وآرائكم حول المواضيع التي نطرحها للنقاش مع الزميل محمد حيدرمية. شكرا أمامة. ومع التدوينات المتنوعة للمدونين المشاهدين لهذا الأسبوع، كتب المدون محمد فاضل حول الصمت المطبق إزاء استمرار تهويد الأقصى. كتب يقول: مخجل أن نصبح على مشهد مفزع مروع، وقطعان الصهاينة يتراقصون في باحات المسجد الأقصى تحت نيران قواته، ونحن نغط في نوم الصبيحة والحكام يشخرون في نوم الدهر، وأسفا على القدس والأقصى. وضمن هاشتاك مسيرة الزوارات الذي أطلق بالتزامن مع مسيرة حراس الأمن الخصوصي، كتب المدون حبيب منير قائلا: دمعة مظلوم يشكو مرارة ظلم. سولني سؤال شيبان علبابه يقول: هما المواكشوط ما علم بوالديهم اللي جاوا مقوطرين مسافة 800 كيلومتر وما لهم ما جاوا يوقفوا معاهم. وعن حملة تنظيف العاصمة كتبت المدونة منى عبد الله: فيما يخص حملة تنباريط، ما يهمني هو أن تبدو عاصمتنا مدنية ومتحضرة ونظيفة وعصرية، سواء كان تنظيفها نابعا من حب الوطن أو مجرد التملق لرئيسها والخوف على منصب. وعلى صعيد زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية كتب المدون يسلم محمود بطرافة: باش تعود الأمور واضحة، منذ ظهور الفيسبوك وأثناء أي استحقاق سياسي يشتعل صراع بين ناشطي التواصل والتكتل، يصل أحيانا لترافيد العمد، وفي وطن ينهشه الفساد والعنصرية ونقص الديمقراطية والشتات المجتمعي، كنت أظن هؤلاء لم يخلقا ليتصارعا بسبب مناصب انتخابية لا تؤثر إيجابا في القضاء على أي من الأمراض السالفة الذكر. وأنا ذا كيفي أدركت مدى تأثير الأفلام والمسلسلات الهندية على المجتمع الموريتاني، فلا أحد سعى بين الطرفين ليوقف هذه الحرب السخيفة. أما لكم تعرفوا عن الهند ما يفاصلوا اثنين دايقوا، شوف الصلط في الله بذاك يلي لا يفرق لامتكم. أما المدون بدر الشنقيطي فقد كتب على صفحته: حينما تتحول الأولويات من نقد الأعمال إلى نقد الأشخاص، حينها تذكر أنك في بلاد السيبة والبحث عن الشهرة الوهمية. نعم، أهلا بك في موريتانيا. وفي فقرة نقاش الحلقة تساءلنا على صفحتنا التفاعلية عن المطالب والتظاهرات ومسيرات أصحاب الحقوق في موريتانيا، كيف يرى المدونون جدوائيتها وتعامل السلطات المعنية معها، وماذا عن دور المدونين والمجتمع المدني في حلها؟ مختار سباعي علق قائلا: الانتفاضة قد تجدي نفعا في حال وجدت آذانا صاغية من الحكومة المعنية، وعلى المدونين الحذر والالتزام بالمصداقية. فيما علق حمودي حمدي قائلا: التظاهرات والاعتصامات لا تجدي نفعا، الدولة تعتبر كل من تظاهر أو طالب بمطلب مشروع خارجا عن القانون، وتعترض طريقهم، وكثيرا ما تحذرهم من الاعتصام أمام القصر الرمادي، والحكومة لا تستمع لمطالب الحقوقيين ولا المهمشين. الاعتصامات والتظاهرات بلا جدوائية لأنها لن تضيف شيئا، وقد سبق أن شاهدنا ذلك. وكتب محمد بهاء قائلا:
لا أظن الدولة التي يسير فيها عمال مساكين مسافة 750 كيلومتر يطالبون بحقوق مشروعة تعرض للظلم على يد أصحاب مصالح ضيقة أن تجدي فيها اعتصامات وردية ومظاهرات رومانسية، والمدول الموريتاني بطبيعته لا يمكن أن يؤثر على الميادين الواقعية بقدر ما يحصد الإعجابات والتعاليق. ولا أنكر أنه فعلا قامت حملات فيسبوكية ناجحة نوعا ما، فيما كتب الشيخ محمد فاضل قائلا: حقوق العمال تنتهك، القانون لا يطبق، والنافذون لا يحاسبون، والديمقراطية والمدنية شعارات بائسة، والمدونون قارقون في انتماءاتهم السياسية والحزبية فقط. وعلق كذلك عثمان الزروق بقوله: السلطات للأسف الشديد تتعامل مع أصحاب هذه التظاهرات كما لو أنها تعامل حيوانات، فلا تسألهم ولا تجلس معهم على طاولة نقاش من أجل معرفة مشاكلهم وتصور حلول لها. أما جدوائيتها فأرى أنه ما دامت السلطة كهذه فلا نتيجة من ورائها، والأحسن أن يعتصموا في مكان عملهم، والمجتمع المدني مطالب بفضح تعامل السلطات معهم. أما المدونون فيفضلون الخوض في أمور الجف وذلك النوع إلا من رحم ربك. عودة لبقية الفقرات في عددنا هذا من ميديا تيك. إدراك الأشياء والتعامل مع المواقف والتصرف بحكمة داخل المجتمع هي بعض مميزات الإنسان السوي العاقل، لكن ماذا إذا كان مجنوناً؟ سيختلف الأمر بكل تأكيد. في إطلالتنا السينمائية لهذا العدد اخترنا لكم فيلم جوجو الذي قام بإخراجه وتمثيله الزميل المصور محمد فال والبلال، وأنتجته دار السينمائيين الموريتانيين ضمن أفلام الورشات للعام 2012. نتابع. سعد لا عاد مجنون شك حظهم كحيون
وغير بعيد عن عالم السينما، نفتح صفحتنا لشخصية العدد، حيث نلتقي في كل حلقة مع أحد أفراد الطواقم الفنية العاملة في المجال التلفزيوني أو السينمائي. ضيفنا لهذا العدد هو أحد المصورين العاملين في قطاع التصوير بقناة الساحل الفضائية، المصور محمد محمود وللشيخ. التقاه فريق البرنامج لهذا العدد وأجرى معه اللقاء التالي. باسم محمد محمود وللشيخ، مصور تلفزيوني في قناة الساحل. بالنسبة لي التصوير كان موهبة، هواية. بدأت شوي كنت في ليبيا، بدأت فهم شوي مع واحدين شي من الليبيين وشي من شي كهواة كاميرات بسيطة، وجيت هون الموريتان 2011 وبدأت في قناة شنقيط، لك مبتدئ ديك الساعة التصوير. الحمد لله لثلاث سنوات في قناة الساحل صوروا كل شيء، صوروا وثائقيات، صوروا تقارير إخبارية، صوروا مهرجانات، صوروا حتى المسلسلات صورتهم. كنت مدير تصوير في مسلسل وجوه من خشب، أنا كنت مدير تصويره. الشيء اللي أجبر فيه راسك بال الوثائقيات، لأن الفيلم الوثائقي هو اللي تجبر فيه فكرة تجسدها، وعندك الوقت تقبل وقتك وإيه تتسافر. مفضل عندي السفر خاصة المناطق الداخلية، ويسوى كان فيها خطر ولا ما خطر، مهم أنك تلقع. هو الأفضل أنك تجيب شيء متميز، كل ما مشيت وجبت شيء متميز حتى ولو كان فيه خطر كل ما كان أمتع. والمشاكل تعرضوا لها إحنا مصورين، تعرضنا ما هون وسيلة أي حماية للصحفي في موريتان، ما هون شيء يحمينا. ماشيين وتو مغامرين برواحنا ومغامرين بكل شيء، لا 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 دخل مضمون وحده، ولا 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 حتى العاد الدخل خالق ما هو شيء يسد حاجيات اي واحد هون، ولا فهم عقود ولا فهم شيء بالنسبه للشركات. وحتى لا مشيت قال لك مشي عدل مهمه معينه، مشيت عدلها تعرضت لاي خطر، ترى انك هو اللي لا تدفع الضريبه. احنا فتنا هون تعرضنا لاعتداء من قبل الحرس كمصورين، صادروا أجهزتنا واعتداوا علينا بالضرب ومسحوا كرتاتنا واعتقلونا مع واحدين آخرين. مشكلة كانت خالقة في تازياز، عندنا وقفات احتجاجية بالتعاون مع زملائنا بصفة كأفراد، وتشوف أنك أنت شخص زميل لهم اعتديت لا يمشي معك. قسنا لهابا قالت أنه ما يعنيهم، أنه ماذا ما يعنيهم، لا ما مسألة عنهم. قسنا لوزارة اتصال قالت إنهم اللي ما يعنيهم. أصبحت تهون الصحفي ماشي ما عندك شيء ضامن لك حقك، قد أي شخص يحوز عليك يبطش لك مثلا
ما هي مشكلة. إن قال لك من قال لك تعدل ولا متواسي؟ أنت مسائل بدل ما تعود تمشي تسأل وتبحث عن الحقيقة. الحقيقة قد يعود ثمنها هو روحك. صفحتنا الأخيرة لهذا العدد نشاهد معكم فيلما كرتونيا قصيرا من إنتاج شركة والت ديزني أحدى أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم. الفيلم الكرتوني القصير الجسر يحمل الكثير من المعاني الجميلة في الحياة وفاز بالعديد من الجوائز في مهرجانات متعددة. متابعة معكم. وصلنا لنهاية هذا العدد من مجلتكم التفاعلية ميديا تيك. لا تترددوا في مراسلتنا بملاحظاتكم وآرائكم في المواضيع التي تودون نقاشها أو عرضها وتداولها هنا. شاركونا صوركم وخواطركم ضمن صفحات البرنامج التفاعلية ظاهرة على الشاشة. وإلى لقاء الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله.